صباح الخير مشاهدينا، امنياتي لكم كلكم مع بدايه هالويك اند انه يكون ويك اند حافل. في كتار طبعا من التلاميذ يلي بلشوا هلا بفتره الدرس للامتحانات روترات، بعد شوي التقديم، وفي منهم حتى بلشوا فعليا بالتقديم. بتمنى النجاح للكل لانه طبعا هالفتره هي بتكون كثير صعبه بالنسبه لالهم، وعلى امل انه الايامات المقبله تحمل لهم كثير خير لانه هن حابين ينجحوا وبالتالي يعيشوا يبقوا بلبنان قد ما عم نقول لهم بقوا بلبنان. طبعا كل هالامور يلي هن عم بيتابعوها هلا من تحصيل علمي وغيرها لحتى تساعدهم اكثر بالايامات المقبله. اليوم رح نترافق مثل العاده ومثل كل نهار سبت لغايه الساعه 1 بتوقيت بيروت. رح بيكون في معنا الشيف علي اليوم. صباح الخير. صباح الخير، كيفك؟ اشتقنا لك. عنا كثير اشياء رح نخبر المشاهدين عنا بعد شوي، ما هيك؟ شيء جديد يعني وشيء طيبه كمان. أكيد بدها تكون طيبة هلا جديدة، أكيد نتعرف عليها سوا بعد شوي. قبل ما نتابع ونعرف شو هن اليوم فقراتنا، أكيد في الحملة يلي لها علاقة بالتوعية البيئية يلي عم نتابعها بعالم الصباح، واليوم رح منروح سوا إلى الشط الرمل، قديش نحن ممكن نحافظ على هالمنطقة هيدي الساحلية عنا وقت اللي منروح حوالينا شوي بالبلدان الأخرى وخصوصا حوض البحر الأبيض المتوسط. نعمل مقارنة صغيرة منشوف قديش في شطوط رملية كبيرة، قديش العمار يلي قريب على هالشطوط هو قليل. منرجع شوي على لبنان منشوف انه لا، في كتير عمار، في كتير نشاطات للإنسان على الشطوط الرملية. هيدا غير ما نقول قديش في مياه قاسنة وغيرها بتنكب بالبحر كلها بتوصل إلى هالشطوط وغيرها. هالشي طبعا عم بيأثر على الحياة البحرية وبأكثر على النباتات، وفي نبتة خاصة هي بس حتى ما أنسى اسمها، هي النرجس البحري، وأصبحت اليوم على القائمة الحمراء يعني اللي هي بخطر شديد 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 وعلى حافة الانقراض للمنظمة العالمية للحفاظ على الطبيعة، وبالتالي نحن لازم نتدخل لحتى نحافظ عليها. هلأ في كتار عم بيقولوا شو هيدا يعني النرجس أنه عايشين فيها أو عايشين بلاها؟ ما بيأثر. لا بيأثر، إذا النرجس راحت وراها شي تاني راح، والسلاحف ما قدرت تجي أنه تبيض على هالشط ويكون في إلى أماكن أمينة. طبعا شوي شوي كل هالحياة يلي نحن عم نطلبها تكون بحرية وقريبة علينا رح تنقرض، وبالتالي رح تأثر على الأسماك اللي بالتالي ما رح نرجع نقدر أنه ناكلهم. شو ناطرنا اليوم بعالم الصباح من هلأ لغاية الساعة 1؟ خلينا نتابع سوا. بحلقة اليوم من عالم الصباح منتابع الأبراج مع كارمن. الحلو بلبنان والحفاظ على البيئة والاستخدام السليم للحد من الضرر بالطبيعة. آخر أخبار تكنولوجيا مع عامر بي آي نو. بلا جمرك ومساحة حرة بتعبروا فيها عنكن وعن أفكاركن. كيف نتعامل مع اللاجئين السوريين بطريقة إيجابية وإنسانية مع ميلاد بما بدها الأد. نودو نايفز وأغراض تانية بنتعرف عليها مع دومينيك بالتي في شوبينج. ضيفنا بيعرفنا على معرض فيوتشر جيتس 2013، ورشة ملح على عيون المها وكرابيج مع الناطف والشيف علي. إذا 1 حزيران 2013 الشهر كله كلكم ناطرين كيف رح بيقلع. إذا حابين تعرفوا تفاصيل رح ننتقل سوا لعند كارمن مع الأبراج والحظوظ لليوم. صباحكم بالخير، اليوم السبت 1 حزيران يونيو بداية شهر جديد، القمر مرافقنا فيه من برج الحوت برج مائي. الجو اليوم جيد جدا للأبراج المائية موالي برج الحوت العقرب والسرطان. انطلاقة حلوة للأبراج المائية، لكن كيف رح بتكون كل الأبراج؟ خلونا نبدأ مع برج الحمل. بالنسبة لك مولود برج الحمل يمكن اليوم منه انطلاقة الشهر، بدك طول بالك لبكرة للقمر يوصل ببرجك. أما اليوم فخلي هالنهار انطلاقة النهار تكون روتين، اكتفي بأمور سهلة وما تعقدها، هيك بيمرق نهارك على خير. وانتبه من المشاكل، انتبه من الالتباسات. 1، 2، و3 نيسان أبريل. ننتقل لبرج الثور. مولود برج الثور بداية الشهر حلوة وجيدة بعكس اليومين الثلاثة اللي ناطرينك، لذلك إذا في شيء مهم وسريع وضروري تقوم فيه بهالثلاث أيام أربعة أيام حاول إنك تبلش فيه اليوم، وإلا بدك تنطر أربعة أيام. وبيبقى المولود الأكثر تعباً 24، 25، و26 نيسان أبريل. ننتقل لبرج الجوزاء.
بالنسبة لبرج الجوزاء، الجو عندك اليوم شبيه بامبارح، انطلاقة الشهر شوي مقلقة بالنسبة لك، لكنه شهر كتير مهم، وهذا الشهر شهرك لأنه الشمس بتكون فيه ببرجك، لذلك فيك تعتبر أنه وكأنه صفحة جديدة، سنة جديدة عم تبدأ. قوي قلبك وحاول أنك تعطي أفضل انطباع. وبيبقى المولود الأكثر حظا 15-16 حزيران يونيو، وكون حذر من المشاكل من الحوادث 20-21-22 أيار مايو. ننتقل لبرج السرطان. بالنسبة لبرج السرطان انطلاقة الشهر رح بتكون جيدة، لكن اليومين الثلاثة اللي ناطرينك منهم هالقد سهلين، لذلك اليوم نهار جيد لحتى تقوم باتصال مهم أو بزيارة مهمة. حاول اليوم الانطلاقة تكون جيدة ومثمرة وبناءة، ما تضيع الوقت الثمين. وبيبقى المولود الأكثر حظا اليوم 21-24 حزيران يونيو. ننتقل لبرج الأسد. مولود برج الأسد بكرة أفضل من اليوم، لكن ما تخلي بداية الشهر تنزع لك مزاجك، حاول أنك أنت تسهلها تيسرها تتكيف مع الظروف، وبتشوف أنه فعلا الجو منه متعب بالنتيجة. وبيبقى المولود الأكثر تعبا 28-29-30 تموز يوليو. منكمل مع برج العذراء. مولود برج العذراء نهارك اليوم أو بداية هالشهر اللي هو شوي متعب بالنسبة لك، شوي بينزعلك مزاجك، طباعك متقلبة، مزعوج متضايق، ويمكن حتى يصير في خلاف أو يمكن حتى جدال. بعد عن المشاكل كليا، خاصة إذا كنت من مواليد 2-3-4 أيلول سبتمبر. ننتقل لبرج الميزان. مولود برج الميزان اليوم أفضل من بكرة. حاول مولود برج الميزان انك تنسق اشغالك، اطلب مساعده من صديق او من قريب، او نظم وقتك لحالك. امور صحيه معقوله ايضا تشغل لك بالك، هنالك تعامل مع جهات جديده او وجوه مختلفه. وبيبقى المولود الاكثر تعبا 4-5-6 اكتوبر تشرين الاول. بنكمل مع برج العقرب. مولود برج العقرب بداية الشهر جيدة، مش عاطلة، بتشغلك شوي، بتخليك تهتم بأمور يمكن فشلت معك تقريبا بهالأربع خمس أيام اللي مرقوا، لكن اليوم الظروف رح بتساعدك، فبالتالي ما تستسلم، ما ترضخ لشروط مش على ذوقك، كمل وتابع. وبيبقى المولود الأكثر حظا 23-24-25 أكتوبر تشرين الأول. ننتقل لبرج القوس. مولود برج القوس بداية هالشهر سئيل شوي، تقيل شوي، مثل هالشهر يلي بأول ثلاث أسابيع منه معقول يزعجوك ويسببوا لك وجعة رأس. اليوم نهار متعب مقلق شخصيا أو عائليا أو حتى منزليا، فحضر حالك، مطالب الآخرين اليوم شوي كتير عليك، وكون حذر من المشاكل 22-25 نوفمبر تشرين الثاني. منكمل مع برج الجدي. مولود برج الجدي خلي كلامك واضح تفاديا لحصول اي التباس او سوء تفاهم يلي معقول يبينه بثلاث ايام المقبله، اذا اليوم كلامنا بده يكون واضح، اليوم بدك تكون انسان ديناميكي، بدك تكون ايجابي وبناء بشغلك، عندك افكار كثير ذكيه، فروح على امتحاناتك وروح على لقاءاتك ووثق من نفسك. بيبقى المولود الاكثر تعبا 1-2-3 كانون الثاني يناير. ننتقل لبرج الدلو. مولود برج الدلو ما في خوف عليك ابدا بهيدا النهار، لكن ضروري ننتبه للمصاريف، بدنا ننتبه من المبالغه بالمصروف، هنالك اشخاص معقول يجربوا يحتالوا عليك او يغرقوك بمشكل او بصفقه تجاريه او غيرها انت مش قدها، احد احبائك بحاجه لك، وبيبقى الاكثر حظا 13-14-15 شباط فبراير. ننتقل لبرج الحوت. مولود برج الحوت ما حدا قدك بهيدا الشهر، اول شيء القمر ببرجك، انطلاقه حلوه وسريعه، لكن القرارات اللي بدك تاخذهم المرحله الجديده رح بتكون على صعيد شخصي او عائلي. قرر حط هدف قدامك لحتى ما يمرق هالشهر على بلاش مثل ما بنقول نحن، يعني ديعان. وبيبقى المولود الانشط مولود الشباط فبراير. بختم مع مولود اليوم. بالنسبة لمولود اليوم انتظارك سنة كتير مهمة، سنة معقولة تفتح قدامك فرص ثمينة جدا مهنيا واجتماعيا، هنالك تقدم وهنالك تغيير إذا أنت حاضر. ويبقى شهر حزيران يونيو أكتوبر تشرين الأول وشباط فبراير أفضل الأشهر. هذه كانت الأبراج لليوم، نتمنى للجميع بداية شهر حلوة، إلى اللقاء بكرة مع أبراج جديدة، باي باي.
شكرا شكرا لك اذا كارمن. رح نتابع نحن وياكم عالم الصباح بعد شوي من بعد ما ناخذ بريك صغير، انما بالاول بدي اقول لكل اللي عم بيتابعونا واذكركم بحمله عالم الصباح يلي بلشت مع بدايه هالاسبوع ويلي لها علاقه بجمع تبرعات ومساعدات بالتعاون مع جمعيه من القلب. هالمساعدات والتبرعات عم بتروح ريعه كلها الى اللاجئين السوريين والنازحين يلي موجودين على الاراضي اللبنانيه يلي هن مع اقتراب الحر فصل الصيف اكثر واكثر هن بحاجه الى كثير من الامور يلي ممكن شوي تسهل لهم حياتهم اليوميه بالاماكن يلي هن موجودين فيها، ان كان مستوعبات مياه، ان كان حتى اكثر بعض المستوعبات يلي هي بتشكل اماكن حمامات وغيرها من الامور اليوميه يلي عن جد كثار منهم بحاجه هلا لها، مثل ما قلت خصوصا وقتها بيكون في عائلات وأطفال هن معنيين بهالموضوع هذا. إذا لكل اللي حابين أنهم يساعدوا من خلال تبرعاتهم في عنا أرقام عم تمرق قدامكم على الشاشة بكافة فروع بنك الموارد، في رقم حساب وكمان في رقم خاص تقدروا تتصلوا فيه وهنيك التبرعات كلها رح بتكون إذا بتصرف هالأشخاص لحتى شوي شوي يقدروا أنهم يأمنوا حاجاتهم. بعرف أنه أكثر يلي عم بيسمعونا بلبنان وخارج لبنان هن حابين انهم يساعدوا ويتبرعوا، فاذا هذا الوقت المناسب. وهالحمله هيدي مثل ما قلت عم بتصير مع تجمع من القلب وعدد ايضا من الجهات الخاصه والرسميه لحتى بالفعل تقدر هالمساعدات انه توصل. رح ناخذ نحن وياكم اول بريك مثل ما وعدتكم لليوم بعالم الصباح، من بعدها رح نرجع نتابع ومحطتنا التالي رح بتكون مع الحلو بلبنان. We'll be right back.